السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام أخوات فاضلات، معكم مصطفى صادق. وصلنا معكم إلى اليوم الخامس والأخير من مؤتمر الـ IEEE للتعليم عن بعد، والذي يتعلق بخصوصية الطلبة وبياناتهم عندما نقوم بتوفير تعليم عن بعد أو تعليم إلكتروني بصورة عامة. طبعا هذا الشيء بالنسبة للـ IEEE محكوم ببروجكت اسمه P2834 اللي هو Secured and Trusted Learning Systems، يعني هذا كستاندرد أو كمشروع تم العمل عليه منذ سنين طويلة ضمن الـ IEEE، وأصبحت يعني IEEE كجهة منظمة للتعليم الإلكتروني، واحدة من الجهات المنظمة طبعا، لا تقوم باعتماد أي Learning Management System أو أي تعليم عن بعد، وما تنطي الـ Accreditability أو الاعتراف إلا إذا كان يطبق أو يحقق متطلبات هذا البروجكت. هذا البروجكت طبعا مثل ما قلنا هو او انيشيتيف اللي هو مبادره طبعا مدعومه من قبل عده مؤسسات فرعيه في داخل IEEE، يمكن الوصول الى الجروب الخاصه بها من هذا الرابط اللي هو sagroups.ieee.org/2834، يعني مجرد النقر على هذا الرابط نقدر نوصل الى صفحه هذه المبادره ونعرف شنو تفاصيلها ومكوناتها. بصورة عامة الكيوردز أو الكلمات المفتاحية اللي تركز عليها هاي المبادرة هي التعليم الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني الموثوق، التعليم عن بعد الموثوق والمؤمن، هي مثل ما ذكرنا Digital Forensics اللي هي التحليلات الرقمية الجنائية، Network Forensics، Forensic Readiness، Security، Artificial Intelligence، Machine Learning، Deep Learning، IoT، Virtual Reality، Augmented Reality، Online Software Hardware. يعني تلاحظ بأنه كل المصطلحات اللي لها علاقة بالتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، Infrastructure as a Service، Federated Cloud Security، E-Learning، كل هذه المصطلحات هي تعتبر Keywords في داخل هذه المبادرة أو هذا المشروع بصورة عامة. شنو الأدوات والبيئات والطرق التي من خلالها نستطيع تحقيق نظام إلكتروني أو نظام تعليم إلكتروني عن بعد مؤمن وموثوق؟ طبعا هنا نلاحظ بانه هذه البيبر اللي ناشر بعض التفاصيل عن هذا الموضوع تقول لك بانه دائما اكو عندك شيء اسمه اكسس مانجمنت اللي هو التحكم بالوصول، ممكن تكون عندك بيئه اسينكرونس غير متزامنه واللي هي مثل ما ذكرنا ممكن تكون يعني فيديوهات مسجله او محتوى مسجل يرجع اليه الطالب في اي وقت، ممكن تكون عندك البيئه سينكرونس، السينكرونس ممكن تكون هي فيرتشوال وركشوبس اللي هي ورش العمل المباشره اللي ممكن تكون بها شات، ممكن تكون بها وايت بورد، برين ستورمينج، فوت، اوديو كونفرنسينج، فيديو كونفرنسينج، فيجن فيزيو كونفرنسينج الى اخره. وطبعا هذه ايضا ممكن تحقق لك الاونلاين لابراتوريز اللي هي يعني المختبرات الالكترونيه. بالطرف الاخر ممكن تكون عندك الاسينكرونس مثل ما ذكرنا اللي هو ممكن تكون تريننج او ممكن تكون مانجمنت اوف ذا ابوينتمنتس اللي هي اداره المواعيد بين الطلبه وبين الاساتذه. كل واحدة من هذه الأدوات يجب أن يحكمها Access Management، يعني يجب أن يكون نظام التعليم الإلكتروني أو Learning Management System يحقق الوصول إلى كل هذه المتطلبات في كل وقت يعني بطريقة آمنة وكفوءة. هنا طبعا ممكن أنه نقدر نعتبر الأركيتكتشر للـ Configurable E-Learning Synchronization Learning System Configuration أو Conference Tool بصورة عامة هو أن يحتوي على هذه الأربع أجزاء الرئيسية: الواجهة اللي راح يعني تظهر للمستخدمين، الابليكيشنز اللي هي عادة تكون ويب بيست ابليكيشنز او سيرفيس اورينتد اللي هي تحتوي على الشات، الوايت بوردز، فورمز، ايميل الى اخره، الجروب وير اللي هي الميدل وير اللي هي تحتوي على الاتصالات، السينكرونايزيشن اند كوهيرنس، الجروب وير اند سكجول سيشنز الى اخره، واخيرا النتورك اللي هي الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه او الشبكات التي على اساسها نقوم ببناء هذه الشبكه اللي ايضا يعني يجب ان توفر لنا كواليتي اوف سيرفيس، مانجمنت اوف باندويث، الويب سيرفرز، المالتي كاست، الفيرتشوال برايفت نتوركس، وذلك ما يسمى بالمالتيبل كونفرنسنج يونت او الام سي يو. هذه كلها موجوده ضمن يعني معماريه انظمه التعليم الالكتروني المتزامنه والتي تحقق يعني السكيورتي وكذلك البرايفسي. بالنسبه للانترفيس هذا عاده قد يكون هو يعني عباره عن لاب هوم او بوكيت لابس او موبايل لابس، مختلف انواع اللابس اللي ممكن يصلها المستخدم، واللي هي طبعا الواجهه اللي تظهر يعني اما عن طريق ريموت ديسكتوب او عن طريق ريموت لابراتوري الى اخره من الادوات المتوفره. بالنسبه للابلكيشنز مثل ما ذكرنا هي عاده كلها تكون يعني ويب بيست ابلكيشنز وتحتوي على كل هذه المميزات. بالنسبه للليرنينج مانجمنت سيستمز ايضا يجب ان تكون هوستد اون ويب، يعني يتم استضافتها على الويب وتحقق لك اما HTTP HTTPS اللي هو هذه يفضل عاده، SSL، TLS، كل هذه البروتوكولات الخاصه بالسكيورتي اللي شرحناها في كورس الشبكات يعني بشكل مفصل. بالنسبة للخدمات اللي هي تكون Service Oriented Applications Hosted in the Cloud، هذه أيضا ممكن تكون جزء من أجزاء المعمارية الحاسوب يعني أو الابليكيشنز المتوفرة.
ضروري جدا انه دائما يكون عندك authentication authorization ضمن متطلبات security, data integrity, privacy and confidentiality, هذه كلها مهمه يعني. هذا طبعا ايضا فد رساله الى يعني اخواننا وزملائنا يعني اللي يطالبون ببناء منظومات تعليم الكتروني خاصه بكل كليه او جامعه او مدرسه او الى اخره. ممكن انه انت تبني فد تطبيق معين وتوفر للطلبه ويوفر لك قابليه منح الدرجات او اداره الدرجات او الامتحانات او اعطاء المحاضرات, ولكنه صعب جدا انه تحقق كل هذه الامور بنظام يقتصر على مستوى مدرسه او على مستوى جامعه واحده, لانه هذا يحتاج الى امكانيات هائله. صعب جدا انه تتحقق في يعني كوادرنا الوظيفيه المحدوده الى حد ما. anyway ايضا مثل ما ذكرنا بانه هذا البروجكت اللي هو فور سكيورد اند تراستد اي ليرنينج, ذكرنا بانه هو يعطيك الستاندردز والجايدنس المعايير الاساسيه والتوجيهات على مود تقدر تبني ديجيتال اند نتورك فورنسيك اناليسيس تو بي انتجريتد انتو ا فيدريشن اوف ايدوكيشنال انستيتيوتس. يعني هنا الفكره من انظمه التعليم الالكترونيه الموثوقه والمؤمنه والتي توفر الداتا برايفسي والداتا سكيورتي هو انه يجب ان تكون متعاونه فيما بينها ومرتبطه مع بعضها البعض الاخر بدون ان يكون هناك اي ليكج للبيانات او للمعلومات الخاصه بالطلبه من اي واحد من هذه الانظمه المتعاونه والمرتبطه سويه. يعني هنا يجب ان يكون عندك انظمه المدارس وانظمه الجامعات وانظمه يعني وزاره التربيه وزاره التعليم العالي مثل ما يقولون كلها مرتبطه سويه ضمن بنيه اساسيه كامله متكامله يستطيع اي طالب الوصول لها من اي مكان, ولكنه في نفس الوقت يجب ان نحافظ على السكيورتي لكل الطلبه ونمنع اي طالب من الوصول الى اي معلومات, يعني اي طالب او اي موظف او اي مدرس من الوصول الى اي معلومات هي لا تتعلق به او ليست من صلاحياته. طبعا هناك الكثير من التفاصيل بهذا الموضوع, يعني الملف موجود مثل ما ذكرنا وجاهز للتنزيل في اعتقد واحده من الفيديوهات السابقه, ولكنه يعني مع النيو رياليتيز اند فاكتس مع المتطلبات الجديده او الحقائق الجديده الموجوده في الانظمه التعليم الالكترونيه فانه طبعا يعني مصطلحات السكيورتي والاديوكيشنال انستيتيوتس اصبحت يعني او للتعليم عن بعد او حتى الباي مودال ايدوكيشن اللي هو التعليم ثنائي او الهجين مثل ما يسمى اللي هو جزء من عنده اونلاين وجزء من عنده مباشر. كل هذه طبعا تتطلب من عندك انه تكون عندك بيرسونال داتا governance اللي هو يعني حوكمه البيانات الشخصيه للطلبه والاساتذه وكل يعني الكوادر المشتركه بالتعليم الالكتروني. البرايفسي خصوصيه هذه البيانات, الحاجة إلى Federation of Educational Institutes اللي هو أيضا مثل ما ذكرنا ترابط مع الأنظمة أو منظومات أو مؤسسات التعليم سوية, ويعني كونها أي واحدة منهن لا تؤدي إلى اختراق بقية يعني المؤسسات والمنظمات أو المعلومات بصورة عامة. Security Information Systems أيضا يعني ممكن أنه تشتغل سوية أو بشكل منفصل. واحدة من الأمور اللي شفناها أيضا السنة في تجربة التعليم الإلكتروني في العراق بشكل خاص في بعض الدول العربية أيضا بشكل عام هو استخدام السوشيال ميديا تولز اللي هي ادوات التواصل الاجتماعي يعني التليجرام والواتساب والفيسبوك وانشاء فد جروبات معينه او يعني دروس يعني خلينا نقول يعني نعم هي جروبات معينه في هذه المنصات وجمع الطلبه مع الاساتذه سويه ويعني ارسال المحاضرات عبر هذه المنصات او يعني عمل فد امتحانات معينه. هذا شيء طبعا يعتبر سلبي جدا لانه هذا ممكن انه يؤدي الى ضرب كل السكيورتي الخاصه باي نظام اداره محتوى في الانترنت وكذلك يعني حتى اذا كان عندك موقع مؤمن وكل شيء تمام اذا التجأت الى مواقع التواصل الاجتماعي من اجل التواصل بينك وبين طلبتك راح يعني بشكل او آخر راح تسرب مجموعة من المعلومات التي يمكن أن تضر بالطلبة أو يعني تقوم بتسريب بعض من معلوماتهم الشخصية أو الخصوصيات الخاصة بهم. أيضا المشروع الآخر للـ IEEE الخاص بمعمارية أنظمة التعليم الإلكتروني ما يسمى بالستاندرد 1876 اللي هو يعني معمارية بالـ 2019 أيضا تقوم بتقسيم الشبكة بصورة عامة أو Learning and Traces and Outcomes انه اليوزرز راح يتفاعلون مع الماسيف اوبن اونلاين كورسز بلاتفورمز ليرنينج مانجمنت سيستمز ريبوزيتوريز الى اخره. الاكتيفيتيز طبعا راح تكون ضمن الليرنينج اوبجكتيفز او الاوبجكتس والكلاينتس, هذول طبعا راح يودون سيستم كولز او سيرفيس كولز الى اللاب از سيرفيس اللي موجوده في الكلاود. يعني هذا تعتبر مثل شلون اكو عندك سوفت وير از سيرفيس, بلاتفورم از سيرفيس, انفراستراكشر از سيرفيس, هنا ايضا اكو عندك لاب از سيرفيس. هذا طبعا هو يتصل مباشره مع الهاردوير والسوفت وير. ايضا معلومات اكثر عن هذا الموضوع ممكن الوصول لها في هذا الرابط. يعني هذه المحاضرة الأخيرة طبعا باليوم الأخير كانت يعني محاضرة دسمة تحتوي الكثير من التفاصيل بالنسبة للناس اللي حابين انه يعني يطلعون عن معلومات أكثر, فموجودة روابط المواقع وكذلك موجودة أسماء البيبرات التي تحتوي على تفاصيل أكثر. أكيد في كل واحدة من هذه الخطوات يجب أن يكون عندك authentication authorization, هذه يعني إذا لم تكن متوفرة فأنت معناتك قاعد تعرض أمن الطلبة والمدرسين والمعلومات النظام كلها إلى الخطر.
why do we care about student privacy؟ لماذا نحن نهتم بخصوصية الطالب؟ وما هي الأمور التي تعتبر هي بيانات طالب خاصة به؟ طبعا هنا يعني ما هي البيانات الخاصة بالطالب؟ هي كل شيء يمكن أن يكون personally identifiable information، كل المعلومات التي يمكن أن تكون دالة على شخصية الطالب، اللي هي الاسم، السوشيال سيكيورتي نمبر يعني رقم الضمان الاجتماعي، الدرايفر لايسنس او الاي دي نمبر يعني اللي هو رقم الاجازه، اجازه السوق او يعني رقم الهويه الشخصيه، العنوان، رقم التليفون، الايميل، السجلات الطبيه، تاريخ الولاده، بايو انفورماتيك داتا يعني البيانات البيومتريه، الدي ان اي الخاص به، بيرث لوكيشنز موقع الولاده او مكان الولاده، يعني لايسنس بليس نمبرز اللي هو حتى رقم السياره الخاصه بالطالب، الاتندنس ايضا يعني حضور الطالب وغيابه، ايضا هذا الشيء يجب ان يكون فالشيء خاص بين الطالب والاستاذ، ما يطلع عليه اي شخص اخر. disciplinary actions يعني العقوبات الاداريه او الانضباطيه ضد الطالب، ايضا هذا شيء خاص بين الطالب والاستاذ واداره المدرسه او اداره الجامعه، صعب جدا او يعني يجب ان لا يتسرب الى اي جهه اخرى. الدرجات eligibility for programs ايضا يعني قبولية أو صلاحية الطلبة للقبول في برامج معينة، كل هذه الأمور هي تعتبر بيانات يمكن أن يتم من خلالها التعرف على شخصية هذا الشخص. وكذلك الـ special needs اللي هي الاحتياجات الخاصة لأي شخص، يجب أن تكون أيضا فتشي private بين الطالب والأستاذ إذا كان هذا الشيء ممكن أنه يعني إخفائه. وكذلك حتى يعني كسجلات إلكترونية يجب أن تكون يعني سرية لا يمكن الوصول لها من أي شخص آخر. Anything about the individual student in the education setting. أيضا كل شيء عن الطالب في البيئة التعليم الإلكتروني أيضا يجب أن يكون سري ويعتبر هو يعني private. ليش إحنا نهتم ببيانات أو خصوصية بيانات الطلبة؟ أولا بسبب القيود الأخلاقية والقانونية. ثانيا بسبب وجود قوانين يعني هنا عندهم في أمريكا مثلا فشي يسمونه Family Educational Rights and Privacy Act. and applicable state laws القوانين الفيدرالية وكذلك القوانين المحلية في الولايات. كذلك district or school policies إضافة إلى التعليمات الخاصة بالمقاطعة وكذلك التعليمات الخاصة بالمدارس الشخصية أو الذاتية. كل واحدة من هذه الأماكن أو كل واحدة من هذه الجهات لها فد قوانين وكذلك فد ethical issues اللي هي يعني مبادئ أخلاقية يجب الالتزام بها، وبالتالي هذه هي اللي تدفعنا أنه نقوم بالمحافظة على بيانات الطلبة في كل يعني بيئة إلكترونية أو تعليم إلكتروني. القوانين الفيدرالية المتعلقة بهذا الموضوع هذه طبعا تخص أمريكا، يعني كل هذه القوانين تلاحظ بأنه هي موجودة من أجل حماية الطالب وخصوصيته، وبالتالي يعني هي الهدف من أتها بالنهاية أنه أنت عندما تقوم بإرسال ابنك أو بنتك إلى المدرسة أو الجامعة أو أي مؤسسة تعليمية تكون مطمئن أنه بياناتهم أمورهم الشخصية ما راح تتسرب وما راح تستخدم ضدهم أو ضدك في المستقبل. هذا الشيء طبعا ينطبق على البيئة التعليم الحقيقية وكذلك بيئة التعليم الإلكترونية بشكل أولى، يعني لأنه ممكن تكون الوصول إلى البيانات في هذه البيئات ممكن يكون أسهل من خلال الاختراق وغيرها. فبالتالي كل هذه القوانين وضعت من أجل أن تقوم المدرسة والجامعة والكلية بأخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل عدم تسريب بيانات الطلبة وخصوصيتهم وتعرضهم إلى المشاكل في المستقبل. طيب الآن احنا شرحنا مجموعة كبيرة من المتطلبات لخصوصية بيانات الطلبة في بيئة التعليم الإلكتروني. ما هي الحلول؟ الحلول كالآتي، طبعا هناك الكثير من الحلول ولكن هذه البيست براكتسز. أول شيء قم بعملية الدوكيومنتيشن اللي هو التوثيق لكل شيء. الديسكلوز اللي هو دائما قم بجعل الطلبة يوقعون على كل شيء تطلبه من عندهم بحيث أنه يكون واعي وفاهم ما هي الأمور التي سيقوم بإعطائها في البيئة الإلكترونية، ما هي المعلومات التي سيقوم بكتابتها. And satisfy the requirements of the purpose for data collection and storage. دائما حقق متطلبات أو الغرض من جمع البيانات وخزنها، دائما لها متطلبات معينة مثل ما ذكرنا ضمن قانون المدرسة، ضمن قانون المقاطعة، المحافظة، الولاية، البلد، كل هذه الأمور يجب أن تأخذها بعين الاعتبار لأنه المسألة يعني مسألة قانونية بحتة. أي شيء يمكن أن يسرب من تحت إيدك أنت كأستاذ أو كتدريسي عن الطلبة ويسبب مشاكل لهم في المستقبل، أنت راح تكون محاسب قانونيا على هذا الشيء. Be transparent and use simple terms. هنا من تكتب فد disclose انه يجب انت كطالب مثلا توقع على فد وثيقه معينه وتنقر على زر الموافقه، يجب ان تنطي فد كلمات تكون شفافه وسهله يعني مصطلحات سهله بحيث يفهمها الطالب او يفهمها الشخص المقابل. دائما قيد او حدد كميه البيانات التي تقوم بتجميعها عن كل الطلبه الى الحد الادنى. قيد كميه نوع البيانات التي تقوم بخزنها الى ما يسمى بالليست بريفليج اكسس برنسبل. هذا طبعا مفاهيم
اقل وصول او اقل امتيازات وصول ممكنه. هذا طبعا شنو يعني؟ يسمح لك انه كل مستخدم تنطي يوزر نيم او باسورد، سواء كان هو سكرتير او مدرس مساعد او موظف في الجامعه او المدرسه او الكليه او طالب او تدريسي، هذول كلهم كل واحد منهم يصل فقط تنطي صلاحيات وصول فقط باقل ما يحتاج. يعني اذا هو كان محتاج فقط يقوم بعمليه ريد اونلي تنطي ريد اونلي، اذا كان مثلا يقدر يسوي ريد رايت يسوي له ريد رايت، اذا كان محتاج يسوي عمليه الديليت او الموديفاي او الابديت ايضا تعطيك هذه الصلاحيات فقط على قد اللي يحتاجه، وبالتالي راح تمنعه من ممارسه صلاحيات هي يعني خارج نطاق صلاحياته، وبالتالي اثر على بقيه الطلبه او بقيه المستخدمين. هنا ايضا دائما حاول انه تقوم بالاحتفاظ بالبيانات طالما هي كانت يعني محتاجها، فقط عندما تنتهي الحاجه للبيانات قم بحذفها مباشره. وايضا يجب ان تكون دائما عندما تقوم بخزنها يجب ان تكون مشفره، وايضا عندما تقوم بحذفها يجب ان يكون حذف نهائي. استخدم فشي يسمونه سونو او سودو سودو ني نيم ناي ميزيشن، اللي هو يعني اعطاء فد تسميات افتراضيه للاشخاص قدر الامكان طبعا خصوصا في معلومات البيان الاختبار، اللي هو بدل ما تعطي اسم الطالب الصريح انه تعطي فد رقم معين او تعطي فد كود معين. Strongly encrypt personal data، دائما يجب ان تكون البيانات الشخصيه مشفره بشكل كبير جدا مثل ما ذكرنا. ايضا على مود يكون عندك Trusted e-learning systems، انظمه التعليم الالكتروني الموثوقه يجب ان تحقق بها الاوثنتيكيشن او الاوثرايزيشن، الاكسس كنترول اوبشنز، الانكربشن اوبشنز، الاوديت لوجينج اند انسيدنت ريسبونس كابابيلتيز، كل هذه الامور يجب ان تتوفر. يعني تلاحظ بانه هنا مو فقط انه انت واجبك كاستاذ او كاداره جامعه او اداره مدرسه انه توفر فد نظام تبادل بيانات بين الاستاذ والطالب، يعني كمحاضرات ودرجات وفيدباك والى اخره، وانما يجب ان توفر خصوصيه وامنيه عاليه جدا لهذا النظام من اجل ان يكون موثوق ويمكن الاعتماد عليه، لانه بسهوله اذا كان النظام غير موثوق ممكن اي شخص يدخل يتلاعب بالدرجات، يتلاعب بمعلومات الطلبه، يتلاعب بنتائج الامتحانات، يتلاعب بالكثير من الامور، وبالتالي راح يفقد هذا النظام موثوقيته، وبالتالي يفقد هذا النظام يعني فائدته بصوره عامه بالاساس. هنا ايضا مثل ما ذكرنا ممكن انه تخزن بيانات المستخدمين غير مشفره او مشفر او تشفر كل البيانات باستخدام سنجل كي، مفتاح تشفير واحد، هذا شيء سيء. الافضل من عنده هو انه تقوم بتوريد مفاتيح لكل مستخدم على اساس الباسورد الخاصه بهذا المستخدم، وبالتالي راح يكون عندك مجموعه من مفاتيح التشفير المختلفه لكل مستخدم على حده تعتمد على الباسورد الخاصه به مثلا. الحل الافضل ايضا تستخدم شيء اسمه Trust No One موديل، اللي هو هذا ايضا واحده من نماذج السكيورتي الموجوده والمعروفه، واللي طبعا على اساسها تستطيع يعني انشاء فد مستوى من الامنيه والسكيورتي والبرايفسي اقوى من هذه الطريقتين. فهنا تلاحظ بانه دائما في كل حاله من الحالات ممكن انه تشفر تخليهم بدون تشفير، او تشفرهم بمفتاح واحد، او تخلي مفتاح تشفير لكل واحد من المستخدمين على اساس الباسورد، او تستخدم مفهوم التراست نو ون موديل اللي هو طبعا يعتبر الافضل. اكو عندك ايضا فد شيء يسمونه الفيدريتد ايدنتيتي مانجمنت، انه اذا مستخدم معين طلب فد وصول الى فد خدمه من طرف ثالث، هذا الطرف الثالث ما راح يقدر مباشره يوصل الى المستخدم، وانما راح يروح يذهب يطلب الاوثرايزيشن ريكوست او الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن ريكوست من الايدنتيتي مانجمنت سيستم، اللي هو المفروض انه يكون سيرفر موجود عندك في داخل مؤسستك التعليميه مثلا، او في داخل الاداره العامه للتعليم. وهذا السيرفر اللي هو عندك راح يكون هو مسؤول عن او نظام اداره الهويه، راح يودي طلب الى هذا الشخص يقول له فعلا انت طلبت اوثنتيكيشن اوثرايزيشن، هنا هذا الخطوه رقم 4، هذا راح يقول له نعم انا وديت اوثرايزيشن ريكوست، هنا النوب الخطوه رقم 5 يقول له اوكي اوثرايزيشن ريسبونس، النوب راح يعطيه هذا اكسس ريسبونس. يعني تلاحظ بانه العمليه 1 2 3 4 5 6، هذه العمليه كلها تمر بها لتعريف هويه المستخدم وللتاكد من انه هذا المستخدم هو فعلا يمتلك الصلاحيه للوصول الى هذه الخدمه، وهو فعلا الشخص الذي يدعيه، يعني هو مو مان ان ذا ميدل اتاك مثلا. فهذه ايضا واحده من الامور اللي ممكن استخدامها في منظومات التعليم الالكتروني لضمان كون الطالب الذي يدخل بيوزر نيم باسورد هو نفس الطالب اللي احنا نستهدفه او نقصده او نعرفه بشكل شخصي في الكلاس. What to do for a trusted learning system، ايضا ما الذي نستطيع فعله الى أنظمة التعليم الإلكتروني الموثوقة؟ مثل ما ذكرنا بالنسبة للشيرد ستورج دائما يفضل أنه ما تكون وحدات التخزين مشتركة بينك وبين غيرك، وإنما دائما يجب أن تكون منفصلة، وإذا كانت مشتركة فقدر الإمكان يجب أن تكون مشفرة.
بالنسبه للشيرد نتورك ايضا prevent users from sniffing one another's network traffic via encrypting all communications. يجب ان تمنع المستخدمين من عمليه السنيفنج او يعني الاطلاع على الترافيك الخاص ببقيه المستخدمين من خلال تشفير كل الاتصالات. بالنسبه للهوست اكسس ايضا حاول انه تستخدم تو فاكتور اوثنتيكيشن, dont use shared accounts, enforce the principle of least privileges, هذا اللي ذكرناه قبل قليل. استخدم الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن بدلا من الباسورد فقط, من خصوصا بالنسبه للوصول الى التطبيقات ذات الاي بي اي انترفيسز. استخدم ايضا الفيدريشن مانجمنت او الفيدريتد ايدنتيتي مانجمنت الاف اي دي ام, هذا ايضا تستخدمه قدر الامكان طالما انه يعني تستطيع الوصول الى هذا النوع من الخدمات. اخيرا بالنسبه لللوجينج اند ديجيتال فورنسكس, يعني احنا بدا يعني اوكي احنا وفرنا نظام تعليم الكتروني, وفرنا محاضرات, وفرنا سكيورتي وبرايفسي واوثنتيكيشن اوثرايزيشن انتجريتي الى اخره, ولكن هذا ايضا لوحده غير كافي, وانما نحتاج ايضا طرق لعمليه اللوجينج اللي هو تسجيل كل شارده ووارده في النظام, وبعد ذلك نستطيع يعني يجب ان نوفر ادوات الديجيتال فورنسكس اللي هي التحليلات الجنائيه الرقميه اللي من خلالها نستطيع معرفه كل ما يحصل. يعني احنا اكيد اوكي حتى اذا وفرنا كل هذه الامور وكل الامور اللي تحدثنا عنها سابقا, ما زال النظام ايضا غير امن 100%, لانه احنا نعرف في عالم سكيورتي ليس هناك شيء اسمه امن 100%, وبالتالي ايضا راح تبقى عندك ثغرات معينه, راح تبقى دائما اكو فد انواع هجمات جديده احنا ما نعرفها مثلا وتظهر بشكل مستمر, وعلى ما تحدث الفاير وولز والانتي فايروسز ممكن تكون انت يعني اخترقتها وراحت البيانات من عندك جزء يعني ورا اشهر يلا تكتشف هذا الشيء. فهنا على مود تقدر تعرف شنو اللي صار عندما يكون عندك فد خلل في البيانات, عندما يكون عندك فد يعني انتجريتي بريتش في داخل النظام, يجب ان يكون عندك دائما فد شيء يسمونه الديجيتال فورنسكس اللي هي التحليلات الجنائيه الرقميه, واللي ايضا احنا شرحناها بشكل كورس مستقل في القناه بالنسبه للناس اللي هو حابين يرجعون او يشوفوها. يعني طبعا فقط الاساسيات, يعني هنا طبعا نستطيع عمل اللوجينج اللي هو تسجيل كل بيانات النظام الشارده والوارده من خلال مسجل النظام في نظام تشغيل ما في ما يسمى بالمالوير سكانرز, الفولنربيليتي سكانرز, انتروجن ديتكشن سيستمز, فاير وولز اند بزنس ابلكيشنز. كل هذا ممكن انه يسجل لك لوجز اللي هو يعني سجلات احداث النظام, يعني كل عمليه كات تو بيست وكوبي وريفرش وموف وديليت, كل هاي الامور تتسجل عندك في النظام وتعرف منو اللي سواها. يعني دائما يكون عندك كل واحدة من هذه العمليات مرتبطه بيوزر ايدنتيتي, يعني شخص دخل بكريدنشلز معينه, يوزر نيم باسورد اي دي معين, هو اللي راح يقوم بكل هذه الاعمال, فراح يسجل عندك هذه كلها على شكل جدول. العمل الفلاني تم في الوقت الفلاني من قبل المستخدم الفلاني, اللي دخل من خلال البورت الفلاني من الحاسبه الفلانيه, وهكذا. كل هذه الامور يجب ان تسجل, ورا ما تسجل هذه الامور شلون تقدر تستفاد منها؟ من خلال ادوات الديجيتال فورنسكس اللي هنا توفر لك كل هذه الامور. يعني مثلا هنا يقول لك بانه السكيورتي از نيسيسري بات ديجيتال فورنسكس از مانداتوري, يعني توفير الامنيه للنظام هو شيء ضروري, ولكنه التحليلات الجنائيه الرقميه هي فشيء الزامي, لانه while security is focused on protecting you, digital forensics will legally secure you. يعني security تحاول انه تحميك, اجراءات الامنيه راح تحاول تحميك, ولكنه الديجيتال فورنسكس راح تخليك مؤمن قانونيا. يعني دائما على مود تقدر تحمي نفسك بشكل قانوني في المستقبل اذا صارت في التحقيقات معينه, حول تسرب بيانات معينه, حول تغيير درجات معينه, يجب ان تكون عندك دائما قابليه اللوجينج واسترجاع اللوج والديجيتال فورنسكس بصوره عامه. بعض امثلتها مثلا في انظمه الاي او تي اللي راح تكون موجوده في بيئاتنا المستقبليه, كان رانسمتروسلي فور ان افكتيف اتاك, ممكن انه اجهزه الاي او تي يتم استخدامها بالملايين لفد اتاك معين, يعني خاصه الدي دوز وغيرها. Security measures can protect the network for now, but digital forensics forbid attacks from occurring within the legal framework. يعني security management مثل ما ذكرنا ممكن انه تحميك في الوقت الحاضر, ولكنه الديجيتال فورنسكس هي اللي راح تمنع هذه الهجمات من انه تحصل في يعني في بيئتك القانونيه او في الهيكل القانوني للشركه. فدائما يجب ان يكون عندك ديجيتال فورنسكس على مود تقدر تحقق بها الاستفاده القصوى من هذه الانظمه, حتى وان كانت موجوده الامنيه فيجب ان انه توفر عليها ديجيتال فورنسكس. وهنا طبعا ايضا في تفاصيل اخرى كثيره جدا بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الموضوع انه حابين يراجعوها, ممكن انه نعمل عليها فيديو مستقل حسب طلبكم, يعني ممكن انه ترجعون الى فقط هذه التفاصيل اللي توفر لك فكره عن انه شلون تقدر تستفيد من الديجيتال فورنسكس في تكميل رساله السكيورتي او تكميل وظيفه السكيورتي. يعني السكيورتي لوحدها غير كافيه, وانما تحتاج معاها لوجينج زائد ديجيتال فورنسكس. هذا هو كل ما كان موجود في اليوم الخامس والاخير من كورس الاي تربل اي للايفكتيف ريموت انستركشن او الريموت ليرنينج. اتمنى انه يكون واضح مفيد للجميع ان شاء الله.
نعتذر إذا كان هناك فد تقصير في شرح فد مفهوم معين. وأيضا مثل ما ذكرنا لحضراتكم يعني الشات أو التعليقات أسفل الفيديو راح تكون موجودة ومتاحة لكم، ونتمنى أنه أي شخص عنده فد استفسار أو إضافة أو ملاحظة معينة أنه يترك لنا في التعليقات. تحياتنا لكم جميعا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، ومع السلامة.